السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله بخير، نحمد الله ونشكره. سؤال بعد إذن، ها، لو أنا متخاصم مع شخص ودعيته لنجلس جلسة الشرع ورفض، هل علي إثم؟ متخاصم في خصومة مالية أو متخاصم فقط في شيء من العرض ونحو ذلك؟ من العرض من العرض يعني، مسألة نريد حلها، يعني نريد حلها وديا إن يمكن، وإن يعني لا يمكن يحكم أحد بيننا ليفصل بيننا المسألة، يعني هل هي من حقي أو من حقها، وليس مالية هي، بس هل هي يعني صواب معي أم معك؟ والله ما أستطيع أن أبت لك بشيء، لأن المسائل تختلف والمواقف تختلف. فهناك مسائل لا يمكن إثارتها. افترض على سبيل المثال أنك، افترض ليس حقيقة نعم يعني، أنك مثلا اعتديت على زوجته بكلام، كلام مثلا يعني كلام قبيح، وهو لا يريد عقد مجلس من أجل عدم فضيحة زوجته، فما زال الذنب قائما إلا أن تسترضيه وتتلطف في الصلح معه. شيخ، فليست لو كل أنا ذهبت إليه للصلح يا حبيبي افهم الكلام، وليس اسمع بس من الكلام، ليست كل المجالس، ليس عفوا، ليست كل المسائل تحتاج إلى مجالس وتحقيقات. في مسائل مثلا واحد طعن في عرضي بكلام يؤذيني، كلام يؤذيني أذى شديدا، وقلت تعالى نجلس نحكم، أنا ما أسمح أن واحد يزيدني فضيحة إلا الفضيحة التي أنت سببتها لي، فسأمنع لهذا، لكن ما زلت أنا صاحب حق. فأنا أنصحك أن تتلطف في الاعتذار إن كنت أخطأت اختصارا. أنا أخطأت في قولي العرض، لكن هو أنا ذهبت إليه للصلح، هو ليس عرض، ليس عرضا كنساء أو غيره، لكن أنا ذهبت إليه لنحكم. عموما يا أخي الكريم المسائل تختلف. الأصل إننا إذا دعينا إلى الله ورسوله ليحكم بيننا نسمع ونطيع، نقول سمعا وطاعة. يعني لكن السؤال يا شيخ، لو أي شيء، أي شخص يدعي أحد إلى الشرع ليس واجب عليه في كل المسائل، بل المسائل في تختلف. مسائل تختلف، في طبعا المسائل فيها اختلافات طبعا. نعم، سؤال علي دعي طبعا. فأجاب في صفين نعم، رضي فهمت. الله عنه.